والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا لينا. ونتحرك مع حضراتكم إلى متابعة أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا وإقليميا. أهلا بكم. أكد وزير العدل المستشار عمر مروان حرص الدولة الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار خلال الفترة من 9 وحتى 15 من يونيو الجاري. وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي والآن نحو 5.8 مليون طن بإجمالي 2.8 مليار دولار. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاز، وذلك لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد الملا عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة، ويأتي في إطار برنامج الدولة الطموح لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حيث تعتقد الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك بلس وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي. وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.1% ليصل إلى 71 دولارا و88 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.15% ليصل إلى 71 دولارا و78 سنتا للبرميل. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.98% لتصل إلى 2.48 سنتا للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 53% لتصل إلى 2.65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وافقت برلين على منح شركة أنتيل الأمريكية العملاقة للرقائق نحو ثلث تكلفة مصنع سيتم بناؤه في ألمانيا بتكلفة 30 مليار يورو بعد محادثات استمرت أشهر. من جانبها أشاد المستشار الألماني أولف شولتز في حفل التوقيع مع رئيس التنفيذي لشركة أنتيل بالاتفاقية باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ ألمانيا من شركة واحدة. ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات المستخدمة في كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى الهواتف الذكية وتقليل الاعتماد على آسيا بعد أن تعطل الإنتاج في سلسلة من القطاعات الصناعية بسبب النقص الناجم عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى دينا ومحمد. شكرا لك محمد.